خمسة باغ اكزومبل ايسي باغ اكزومبل. دونك لاحظوا معايا مزيان فين كاينه؟ كاينه في المحور الحقيقي، في المحور الحقيقي. دونك في هذه الحاله اشنو كتستنتج ما بينها وما بين اي؟ دونك بيان سور باغ اكزومبل ايسي كانت موان دو، دونك بيان سور لا بغينا بيان سور باغ اكزومبل اي سي حاجه موان دو، دونك يعني راه كيكون هاد الزاويه كامله بي، ولكن فاش كيكون موجب كتكون منطابقين بحال هكا، هما نفس المنحه. يعني هاد اي والمتجهه مثلا او، هاد مثلا بي، مثلا او بي متجهه او بي منطابقه على اي، يعني نفس المنحه ونفس الاتجاه، يعني شنو تنتج؟ يعني الزاويه اللي بيناتهم كتساوي الصفر، اوكي الصفر يعني منطابقين، يعني الزاويه صفر. دونك لاغيمون ديال اس ديال زد اثنان كتساوي صفر بتردد اثنان بي، او لا صفر زيرو موديلو دو بي. يعني شوف معايا هادي اللي خاص يكتبها لكم هنا، كيقول لك ان لاغيمون ديال واحد العدد ا اي ناخذو ا يخالف صفر، اوكي، فانه يساوي. عندنا جوج ديال الحالات، سواء غيكون هنايا سواء غيكون لتحت على حساب ا، هو اللي غيتحكم، يعني غيكون لتحت ولا الفوق. لا كان لتحت او لا كان الفوق باغ اكزومبل، يعني ا موجب، يعني تو سامبلومون بي سيغ دو موديلو دو بي سي، يعني اذا كان ا موجب. وبيان سيغ غتكون ناقص بي سيغ دو، باغسكو الا كان سالب يعني غتبقى هاد الزاويه، وهاد الزاويه هي ناقص بي سيغ دو، يعني فاش كنبدل المنحه الموجب كدير ناقص، يعني دينا من هنا الطاق ناقص، يعني مشيت بحال هكا ناقص، مشيت عكس عقارب الساعه زائد، اوكي، بتردد 2 بي، اوكي، يعني سي ا سالب. دونك غنزيد لكم واحد الخاصيه اخرى، شوف معايا ان بايزومبل لاغيمون ديال زاد كتساوي تيتا، دونك لاغيمون ديال المرافق ديالو اولا الكونجيكو ديالو، يعني زاد باغ كيساوي تو سامبلومون ناقص تيتا، ناقص تيتا بتردد 2 بي. علاش؟ بايزومبل بايزومبل هذه هي ام ديال زد مثلا، دونك كتعطينا هاد دونك مساحه بي سيغ دو، كتعطينا هاد المتجه هادي اونو بيان. دونك الا بغيت المرافق ديالو كنلقاو المتجه هادي، يعني كيكونوا متماثلين بالنسبه للمحور الحقيقي، يعني غنلقاو هادي هي ام ديال زد باغ اونو بيان. دونك يعني هادي الا كانت مثلا طيطا، دونك هادي من هنا لهنا راه هي ناقص تيتا، يعني فاش كنبدل المنحة، اوكي، يعني من هنا من بحال هكا المنحة مباشر، وهنا المنحة العكسية يعني كدير ناقص، ولا غدير كومسا باغ اكزومبل، غتبدا من هنا وغدير يعني هي غتحصل على بيان سيغ دو بي موان بي سي موان تيتا، دو بي موان تيتا راه هي موان تيتا تو سامبلومون، اوكي، باسكو يعني كضرب ضبطة كتجي هنا، يعني تبقى لك موان تيتا، اوكي، متافقين ولا لا؟ دو بي يعني غضرب دورة فوت هاي دو بي، وغنقص تيتا، ناقص تيتا، دونك تساوي يعني لاغيمون ديال سيغ لقيتي ديال زد بار إيكالا هادشي، يعني راه هو ناقص تيتا تو سامبلومون موديلو دو بي، باسكو دو بي كتزاد مع هاد الموديل، اوكي، بيان، نتمنى يعني تكون كينزل في هاد الأمور حيت فغيمون فاسيل، اوكي، بيان، دونك متخافو من والو، هادشي راه فاسيل ساهل بزاف، بيان متافقين؟ تخي تخي بيان، دونك زيد. هادي خرجناها بيان سيغ، هادي بالنسبة قلت لكم لكان بيان سيغ ايماجينيغ بيغ، يعني تخيلي صرف، دونك لكان حقيقي صرف، يعني كتكتب على شكل ا، دونك تو سامبلومون راه غيساوي سوا زيرو موديلو دو بي، سوا بي موديلو دو بي تو سامبلومون، يعني جوج ديال الحالات، سوا غيكون ايسي سوا يكون ايسي، لكان ايسي راه بيان سيغ الزاوية راه هي بي، اوكي، يعني هنا سي ا بوزيتيف يعني موجب، سينسي ا نيجاتيف، اوكي، بيان، هذا العقل العام، يعني لا كان بيان سيغ ايماجيني بيغ ولا غير، بيان، دونك دابا ثلاثة، ا زائد اي، دونك ا زائد اي، تو سامبلومون غنحاول نرسمها لكم هنا غابيدمون، ا زائد اي، لاحظوا معايا مزيان، يعني هنا باغ اكزومبل هنا غتكون بيان سيغ واحد واحد، يعني هنا، هادي هي باغ اكزومبل ام ديال زد تخوا، يعني هاد المتجهة هادي، اوكي، دونك كتعطينا هاد الزاوية، ولاحظوا معايا هذا راه مالو؟ هنا واحد واحد ياك ولا لا؟ بيان باسكو عندنا واحد واحد، بيان، دونك يعني هنا لاحظوا معايا هو المنصف الأول، دونك يعني إذا كان المنصف الأول تو سامبلومون ولا ببساطة عندنا التونجونت ديال تيتا كيساوي ليا المقابل على المحادي، وي ولا المقابل اللي هو واحد مقسومة على واحد، يعني كتساوي واحد، وشنا هي الزاوية تيتا؟ بحيث التونجونت ديالها كتساوي واحد، راه هي بي سيغ كاطخ، وي ولا؟ أولا كدير لارك طونجونت تو سامبلومون، كدخل هنا لارك طونجونت
لاغ طونجون ديال واحد تساوي بي سور 4 تو سامبلومون. اوكي بيان، دونك يعني لارغيمون ديال واحد ديال زد 3 مباشره، دونك يعني ديال واحد زائد اي تو سامبلومون راه هي بي سور 4 موديلو دو بي. اوكي تفقين بيان. دونك دابا 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 عندنا زد 4 ايسي يعني هو المرافق، دونك لارغيمون ديال اش ديال زد 3 بار يعني هو زد 4 يعني هي لارغيمون ديال زد 4. وبيان سيغ هادي راه درت لكم هنا قاعده كقاعده باسكو يعني قلت لكم كيكونوا متماثلين. اوكي يعني هنا اللي كان طيطا هنا غتكون موان طيطا، يعني هنا اي سي عندنا بي سيغ 4 دونك هنا غتكون عندي مو بي سيغ 4 موديلو دو بي. اوكي بتردد 2 بي بيان. دونك دابا 5 دونك زد لارغيمون ديال زد 5 دونك لاحظوا معايا زين، عندنا واحد زائد اي زاد المربع 3 بايزون هنا غندير ديال 5 يعني الواحد هو الأفصول وزاد المربع 3 هو الأرتوب، دونك غتعطيني هنا الأفصول يعني المقابل على على المحادي، طونجون ديال تيتا هو المقابل للمحادي يعني غازين 3 سيغ واحد سيغ 1 وي ولا بيان. دونك يعني شحال غتعطيني يعني كتساوي غازين 3 وشنو هو الطونجون ديال واحد الزاوية كتعطيني غازين 3 تو سامبلومون إيكالا كوا. نعطيكم الطابلو بيان سيغ باش تعقلو هادشي بيان سيغ شكون نسيتوه. لاحظوا معايا مزيان ici par exemple x اوكي دونك هنا ندير كوسينيس سينيس سينيس هنا طونجونت اوكي طونجونت. دونك par exemple النقطه الاولى par exemple غناخذو هي صفر دونك صفر، الثانيه par exemple ديال بي سيغ 6 بي سيغ 4 باغ اكزومبل بي سيغ 3 بي سيغ 2 باغ اكزومبل. دونك الكوسينيس ديال 0 بيان سيغ إيكالا 1، الكوسينيس ديال بي سيغ 6 إيكالا غاسين 3 سيغ 2، الكوسينيس ديال بي سيغ 4 إيكالا غاسين 2 سيغ 2. بيان سيغ هاد ديمونستراسيون راه فاسيل مكيلاش نضيع فيهم الوقت دابا، دونك كوسينيس تلجي شي فرصة أخرى ونوريكم منين تتعقلوا عليهم. دونك كوسينيس ديال بي سيغ 3 إيكالا 1 سيغ 2، دونك لاحظوا معايا مزيان أن هادو كتقلبهم هنا غتخليها نفسها غاسين دو 2 سيغ 2 في سينيس هادشي 1 سيغ 2 كتولي هنايا، بيان سيغ غاسين دو 3 سيغ 2 كتولي هنا، بيان سيغ هنا بيان سيغ كوسينيس ديال بي سيغ 0 إيسي بيان سيغ سينيس بيان سيغ إيكالا 1، بيان سيغ سينيس ديال 0 إيكالا 0، دونك هنا بيان سيغ طونجونت هو طونجونت إيكالا كوا إيكالا سينيس سيغ كوسينيس وي ولا سينيس دو إكس سيغ كوسينيس دو إكس وي ولا يعني 0 سيغ 1 يعني 0 سا سيغ سا يعني تعطيني 1 سيغ غاسين 3 يعني غاسين 3 سيغ 3 وي ولا ولا وي غاسين 3 سيغ 3 سا سيغ سا يعني 1 سا سيغ سا يعني تعطيني غاسين 3 اي سا سيغ سا امبوسيبل باسكو غيكون عندنا 0 في الدينوميناتور. بيان دونك لاحظوا معايا مزيان باغ اكزومبل هادي فاش قلت لكم على بي سيغ 4 باسكو شنو الزاويه اللي كتعطينا واحد طونجون ديالك كتعطينا واحد يعني طونجون ديال بي سيغ 4 كتعطينا واحد، كنتي علاش درت لكم بيان سيغ هنا بي سيغ 4 بيان سيغ هنا بيان سيغ شنو هي الزاويه تيتا اللي كتعطينا غاسين دو 3 يعني هي بي سيغ 3 يعني هي تو سامبلومون بي سيغ 3 موديلو كوا دو بي. بيان صافي تري تري بيان، دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا هادشي باش تعقلوا عليه. تشوف معايا الكوسينيس عقلوا ليا غير على الكوسينيس، دونك الكوسينيس تو سامبلومون باغ اكزومبل بي سيغ 4 راه هي غاسين دو 2 سيغ 2 يعني 2 فوا 2 2 فوا 2 كتعطينا 4 اوكي غاسين دو 2 سيغ 2 دونك غاتاخذ داكشي توصل الجذر وكتضرب دونك غاتعطينا 4. دونك هنا نفس القضيه 3 و 2 يعني 3 فوا 2 يعني 6، هنا 1 2 غدير هاد المره جمع ما غاديرش الجوله يعني 1 زائد 2 3 ها هي صايب دونك باش تعقلوا على هادو. وبيان سيغ راه كتقلبهم في السينيس والطونجونت راه هو سينيس سيغ الكوسينيس. بيان دونك دابا زيد 6 دونك لارغيمون ديال زيد 6 لارغيمون او العمده زيد 6 دونك لاحظوا معايا زيد 6 كيفاش كتكتب 1 زائد اي اوس 3 فوا 1 دونك يعني نكتبها لكم لارغيمون ديال 1 زائد اي اوس 3 ياك في واحد ناقص اي اس 5 بيان سيغ هادشي قلنا بحال ديال ال مونطخينا عليه ها هو هنا. دونك عندنا بيان سيغ البرودوي ديال جوج ديال اعداد عقديه دونك يعني كيولي لا صوم لارغيمون ديالو يعني هي هادي لارغيمون ولاحظوا عندي البويسونس فاش كيكون عندي البويسونس دونك كيولي مضروب في لارغيمون يعني تو سامبلومون ديرها مباشره يعني هي 3 في لارغيمون
ديال اس ديال واحد زائد اي زائد خمسة في لارغيمون تي مباشرة واحد ناقص اي وينو بيان دونك تساوي ثلاثة في لارغيمون ديال واحد زائد اي حسبناها دونك واحد زائد اي الي يو الي لا دونك يعني زيد 3 يعني بي سيغ 4 دونك بي سيغ 4 موديلو دو بي نخليوها حتى الاخر ونكتبوها زائد خمسة في لارغيمون ديال واحد ناقص قلنا هي ناقص بي سيغ 4 وينو ناقص بي سيغ 4 هادشي كامل موديلو دو بي وكنت حتى الاخر وكتكتب موديلو دو بي بيان سيغ بغيتي تكتب هنا وتكتب هنا وتأمل بها تو سامبلومون يعني غتعطيني بيان سيغ 3 ونقص منها 5 دونك غتعطيني موان 2 بي سيغ 4 موديلو دو بي بيان متفقين تخي تخي بيان دونك بقات ليا ديغنيغ وحدة دونك هادي ديغنيغ نومبر كومبلكس دونك نمسح هادو نمسحهم صافي دونك عقلو ليا راه غنديرو غنديرو الكوسيون الخارج هادا وهادا اوكي هادي مقسوم على هادي يا هادي ناقص هادي بحال هاديك القواعد ديال الألم دونك كتبوها هنا خرجوا هنا دونك نهضرو معايا مزيان لاغيمون ديال زيد سات هي بيان سيغ لاغيمون ديال اس ديال ان بليس اي بوسونس 3 ديفيزي باغ ان بليس اي راسين دو 3 وي ولا دونك سا ايكال كوا دونك بيان سيغ عندنا الكوسيون دونك نستعملو القاعده كتكون عندنا موان دونك الخارج كيولي فرق اوكي يعني لاغيمون وعندنا البويسونس عندنا البويسونس دونك نستعملو هي ان في لاغيمون يعني هي 3 في لارغيمون ديال واحد زائد اي لارغيمون ديال واحد زائد اي يعني زيد 3 الي لا يعني بي سيغ 4 اوكي ناقص لارغيمون ديال هادي لارغيمون ديال هادي هي زيد 5 دونك بي سيغ 3 وي ولا بي سيغ 3 دونك يعني زيد 5 بي سيغ 3 وهادشي كامل موديلو دو بي دونك غادي نوحد باغ اكزومبل بي 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 12 باغ اكزومبل سي 12 دونك هنا بيان سيغ خصني نضرب في في كوا في 3 يعني 9 بي 9 بي موان دونك 9 بي موان دونك هنا غنضرب في 4 دونك موان 4 بي دونك غتعطيني بيان سيغ 5 بي موديلو جو بي بيان دونك سيت دونك هذا بيان سيغ هو ليكزومبل ديالنا حاولت نزرب باش ما نعطلوش الوقت في هاد الامور بسيطة اوكي بيان دونك دابا غنتعرفو على واحد الشكل جديد اللي هو الشكل المثلثي اوكي okay.